حياتي. في الماضي كانت الصفقات عادة بتفشل لما ما يتفق نادي مع نادي على دفع مبالغ مالية. بعدين تطورت الأمور، صارت الصفقة تفشل لما ما يتفق اللاعب مع النادي الجديد على الراتب. لكن الآن بلشنا نسمع عن صفقات فشلت بسبب ما يسمى حقوق الصور، والآن بالتحديد بلشنا نسمع انه كيليان امبابي وريال مدريد السبب انهم ما وصلوا للاتفاق النهائي لفترة زيادة هو الاختلاف على حقوق الصور. فشو هي حقوق الصور وشو تأثيرها على الأندية واللاعبين؟ في البداية لازم نفهم حقوق الصور ما بتتعلق بصور اللاعب في الملعب، هو بيلعب كرة قدم أو هو بيتدرب، ما لها علاقة أبدا في ذلك. حقوق الصور بتتعلق بكل الأنشطة الدعائية والإعلانية والتجارية والاستثمارية اللي ممكن تصير باستخدام شخصية اللاعب مش بس صورته. يعني كلمة image rights هي اختصار صح لكلمة صورة بالنسبة إلنا، لكنها في الواقع تتعلق بكل شيء يتعلق في اللاعب بما في شخصيته، احتفاله، صوته وصورته. فلو انعمل لعبة على شكل اللاعب هذه بتدخل ضمن حقوق الصور، لو انعمل إعلان تجاري على الراديو بصوت اللاعب هذه بتدخل بحقوق الصور، لو انحط اللاعب في لعبة فيديو هذا معمول رقمي ملوش علاقة فيه بس أيضا بيدخل في حقوق الصور، لو حدا عمل NFT بصورته هذا بيدخل حقوق الصور، ولو إعلان تجاري طلع بقلد احتفاله أيضا هذا حقوق صور. ومصطلح الإيميج رايتس أو حقوق الصور ليس الشيء موجود في الرياضة بس، بل بالأساس هو كان موجود قبل ما تتطور الأمور في كرة القدم اقتصاديا، كان موجود على مستوى المذيعين والمطربين والمقدمين المشهورين في العالم. وبعرفوا الناس حقوق الصور بكلمات بسيطة، قدرة الشخص على استغلال شخصيته ومعرفة الناس فيه بخلق منتج جديد أو خلق قيمة تجارية أو إعلانية جديدة. يعني يتم معاملة الشهرة كمنتج، وهون أصبح كل لاعب كرة قدم خصوصا النجوم صاروا يهتموا بالموضوع لأنهم يملكوا منتج اللي هو هم، خصوصا بعد ما تبين أنه لعيبة كرة القدم عندهم تأثير كبير على سلوك المجتمعات، عندهم تأثير كثير على اهتمام المجتمعات. فمثلا مشروبات غازية معروفة أنها ضد الصحة، لكن بنفس الوقت بيطلعوا عليها نجوم كرة قدم بيعملوا لها إعلانات وبيزيدوا مبيعاتها. ومن هون بيبدأ الصراع بين اللاعب والنادي. النادي بيجي يقول اسمعني يا حبيبي انا اللي شهرتك، انت لولاي ما كنت معروف. واللاعب بيقول لا شطارتي اللي شهرتني، فحقوق الصور بدنا نتفاهم عليها. هون النادي بيقول له بس انتبه، حقوق الصور يعني انشطه غير رياضيه اعلانيه ترويجيه، ممكن تسافر زي ما سافر ميسي على السعوديه، وبالتالي جدول تدريبك ممكن يختل، تركيزك ممكن ما يكون مستقر، فاحنا إلنا حق فيها. ومن هون بلش النقاش، ومن هون اصبح في زي قواعد عامه، لاعب تربى بأكاديمية نادي وطلع للفريق الأول وانشهر معاه، عادة النادي بفوز بمفاوضات حقوق الصور بحجة أنا اللي شهرتك أنا اللي عملتك. لكن لاعب يجي السوبر ستار ونجم كبير من نادي لنادي بيجي يقولهم حبيبي أنا مشهور عند بيت أهلي، تعالوا الآن نتفاوض، ولو جاء مجانا حيتفاوض أقوى وأقوى على حقوق صوره، لأنه بيقولوا أنا جايب بلاش فعلى الأقل أعطوني جزء أكبر من حقوق صوري. ولما صار دائما يطلع مشاكل بحقوق الصور هون خاصة مع قضايا الضرائب في إسبانيا، أصبحت الأندية واللاعبين يتجهوا إنه العقود تاعت حقوق الصور تصير بعيدة تماما عن العقد الرياضي. يعني اللاعب بوقع عقد رياضي وبوقع جنبه كأنه اتفاق تجاري بينه وبين النادي يتعلق بحقوق الصور، ولما يوقعوا هذا العقد الغير رياضي لو صارت مشكلة بروحوا على محاكم عادية زي ما صار في الماضي مع وين روني، ما راح على المحكمة الرياضية. مع تطور مفهوم حقوق الصور وإدراك اللاعبين انهم بيقدروا يعملوا فلوس كثير من مجرد كونهم مشهورين، أصبح أيضا في تغير في كرة القدم. زمان كان صعب جدا تلقى لاعب بيلعب مع نادي قميص أديداس وهو متعاقد مع نايكي، أو العكس. الآن أصبح هذا الطبيعي، تقريبا النادي بيكون عنده شركة للأحذية والقمصان واللعيبة معظمهم مع شركات ثانية. ليش؟ لأنه صار في توازن وتصفقات. أتعاقد مع غيري وعمل له إعلانات برا وخذ فلوس لأنه أصلاً إلي نسبة منها فبتفيدني وبفيدك، بس بنفس الوقت لما أعمل إعلان تجاري لقميص نادية بتطلع تلبسه زي كريستيانو رونالدو، كان الوجه الأهم لنايكي لكن بنفس الوقت كان يطلع بقميص ريال مدريد أديداس ويعلن عن القميص الجديد. إذن باختصار
حقوق الصور اللي بنتناقش فيها احنا في الاعلام الرياضي هي الاتي: هي كل مصادر الدخل اللي بيحققها اللاعب من كونه لاعب، من كونه نجم كره قدم مشهور، اعلانات، سفرات، حضور مؤتمرات، حضور مقابلات، يعني كل هذه الانشطه، استغلال شخصياته في اماكن ثانيه من كونه لاعب، هذه حقوق الصور. وهذه بكلها حسابات خاصه، واخر السنه بتفاهم اللاعب والنادي عن النسبه اللي بينهم، يعني لو واحد متفق 50 50 ما بدفع لهم اول باول، اخر السنه بتنعمل هذه الامور. بس شوي شوي اللاعبين بيحاولوا يلقوا مهارب، بيحاولوا يلقوا مخارج، زي ما عمل ديبالا على سبيل المثال. ديبالا يوما ما باع حقوقه كلها لشركه في الخارج، فقال لهم انا ما عاد عندي حقوق صور، حقوق صوري اشترتها شركه ويعطيكم العافيه. يعني ببساطه اللاعبين بيحاولوا يكسبوا اكبر قدر ممكن من كونهم مشهورين وشخصيتهم معروفه لفتره محدوده، لانه لاعبين كره القدم زي ما بنعرف عمر نجوميتهم قصير مقارنه بالمهن الاخرى. نوصل هنا نهايه هذا الفيديو، كنت معكم انا محمد عواد، موجود فيسبوك، تويتر، انستغرام، وتيك توك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.